مرحبا يا أصدقائي، حان وقت كلمة اليوم. هل بإمكانكم أن تحزروا ما الكلمة التي أفكر بها؟ نعم، فلنحاول معا. حسنا، سأعطيكم ثلاثة مفاتيح للحل. هل أنتم جاهزون؟ هل تدل على حيوان أم نبات أم جماد؟ تدل الكلمة على حيوان، هذا هو مفتاح الحل الأول. وإليكم المفتاح الثاني، لها جناحان. وجدت الحل، وجدت الحل، إنه ببغاء. محاولة جيدة، استمعوا مرة أخرى. تدل الكلمة على حيوان وله جناحان، أما مفتاح الحل الأخير فأنه يصنع العسل. والآن هل حزرتم ما هي الكلمة؟ لقد وجدتها، إنها نحلة. نعم، أحسنتم، لقد استخدمتم مفاتيح الحل جميعها لتحزروا كلمة اليوم، نحلة. اشترك في قناتنا للمزيد من أهلاً سمسم.